النهاردة يا بنات عاملة لكم ماسك للبشرة رائع جدا جدا في تفتيح البشرة في إزالة الرؤوس السوداء، وكمان ينفع للهالات السوداء جدا جدا، مضمونة مجربة، فكملوا معايا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ منورين قناة لك سيدتي مع صوفي. متشكرة جدا جدا على الدعم اللي فات في الفيديو الاخير، متشكرة برضو على كلامكم ودعمكم الجميل. هخش على طول في الوصفة، لكن فضلا وليس امرا لايك للفيديو ده، اشتراك لقناتي، تفعيل زر الجرس. في بنات كتير منكم جدا جدا بنسبة حوالي 50% من متابعين القناة مش عاملين اشتراك ومش مفعلين زر الجرس، وده شيء بيزعلني جدا جدا. فيا ريت لو عجبك الفيديو ده اتفرج عليه الاول وبعدين اعمل اشتراك لو حسيت ان الوصفة جميلة. اول مكون عندنا يا بنات هي البطاطس. احنا في مصر بنقول عليها بطاطس، برا او بلاد الخليج بيقولوا عليها بطاطا، او مش عارفة انتوا بتقولوا عليها ايه، فاكتبولي تحت في الكومنتات كل بلد ده بيقولوا على البطاطس ايه. تمام، انا جبتها بطاطس متوسطة وبدأت ان انا ابشرها. مبدئيا كده انا اللي استخدمت البطاطس النهاردة في الوصفة بتاعتي. البطاطس يا بنات بتحتوي على فيتامينات كتير جدا جدا بتفتيح وتنقية البشرة، وفيها نشا البطاطس الرائع. المكون التاني اللي عندنا النهاردة وهو الجزر، زي ما انتوا شايفين كده برضو اخترت جزراية متوسطة، لكن انا هستخدم نصها مش هستخدمها كلها، بقيمة معلقة كبيرة من الجزر. انا اللي اخترت الجزر. الجزر يا بنات بيحتوي على فيتامينات كتير جدا، ومن ضمنهم فيتامين سي المفيد جدا جدا للبشرة، زي السيروم بتاع فيتامين سي يا بنات الغالي اللي بتجيبوه من الصيدليات، ففعليا مش هتحتاج ان انت تشتري اصلا من الصيدلية بعد الوصفة دي، لان انا مجمع لكم مكونات مهمة جدا جدا في الوصفة بتاعتي. وكمان يا بنات من اول استعمال الوصفة هتبان نتيجتها بشكل كبير جدا جدا في تفتيح. لو عندك هالات سوداء برضو هتفتح. المكون الثالث اللي عندنا وهو المكون الاخير هو الليمون. انا مش هستخدم الليمون نفسه، يعني انت لو عندك حساسية من الليمون تقدر تستخدميه، لان انا النهاردة هبشر القشر بتاع الليمون، يعني مش هياخد الحامض نفسه، لا هياخد الفيتامينات بتاعت القشر، وده بيبقى اخف شوية على البشرة. يعني انت لو بشرتك بتتحسس من الليمون تقدر تستخدمي الليمون في الوصفة دي، عشان هنستخدم القشر بتاع الليمون. هفضل طبعا ان انا ابشر الليمونة كلها وقشرها كلها لحد ما يعمل على الاقل كمية كبيرة عشان تبان في الوصفة بتاعتي، فما تقلقوش فعلا الكمية هتبقى خفيفة جدا، مش هتحسوا بيها. انا طبعا قلبت الوصفة بتاعتي كويس جدا بالمعلقة، ولو اخدين بالكم فقعر الطبق بتاع الوصفة في مية، المية دي هي وصفة النهاردة بتاعتنا، عشان كده انا بشرتها. لو ما لقيتيش مية كتيرة في يعني العصارة بتاعتك دي، انت بنسبة كبيرة طبعا هتلاقي عصارة، لو ما لقيتيش تقدري تحطي عليها معلقة من المية عشان تنزل او يعني تحفزيها على نزول المية. وياريت تختاري يا بنات سمر من الحاجة اللي انا استخدمتها النهاردة، سمر كده تحسوا ان فيها عصارة، يعني ما تستخدموش حاجة دبلة او ما تستخدموش حاجة بقى لها كام يوم بره التلاجة خلاص بتبوظ، لا استخدمي حاجة فريش عشان تلاقي فيها المية اللي طالعة قدامك دي. تمام، لو اخدين بالكو النشا بتاعت البطاطس في قعر الطبق هو ده اللي بيخلي البشرة قمر، من بتشد البشرة بتشيل الهالات السودة، وفعليا جميلة جدا. المكون الاخير بقى اللي عندنا النهاردة هو مكون يعني اختياري، انت ممكن تستخدميه وممكن تستخدمي بدائل اخرى، لكن في الوصفة دي بالذات انا بحب استخدمه، واللي هو جل الالوفيرا. جل الالوفيرا يا بنات برضو مفيد جدا للبشرة من ناحية التفتيح، شد البشرة، ازالة الهالات السوداء، وفعلا تبيض البشرة بشكل كبير. اي نوع من انواع صبار الالوفيرا لو عندك استخدميه، انا بستخدم الانواع اللي انت لسه شايفاها قدامك دي، او ممكن تستخدمي الالوفيرا الطبيعي اللي هي السمع نفسها، لان في ناس بتزرعها عندها في الجنينة، وكتير انا بيبقى عندي سمر الأساسية أو الطبيعية، وبحب بصراحة إن أنا أستخدمها. تمام، هحط معلقتين من جل الصبار وهقلب كويس جدا لحد ما الخليط يبقى تقيل. تمام، الخليط هيبقى تقيل، يعني لسه الخليط زي ما انت شايفة كده باين قوي ان هو سائل، انا يعني هحط معلقة تانية عشان الخليط بتاعنا يبقى متماسك، وهتفضلي تقلبي كويس جدا. هتقلبي طبعا كتير شوية، لان عقبال ما جل الصبار يسيح اصلا في المكونات بتاعتنا هتاخد شوية مدة. زي ما انتوا شايفين المكون بتاعنا بقى متماسك ازاي، يعني لا سايح ولا اي حاجه، فاول ما تحطيه على ايدك لا هيسيح ولا هيقع من على وشك، او يعني مش هيتعبك ما تقلقيش.
تمام. بدأت ان انا بفرشة الوصفات بتاعتي، تقدري ان انت تحطي الوصفة بصوابعك لو مش عندك الفرشة بتاعت الماسكات دي عادي. بتبدأ ان انت تحطيها على بشرتك وتسيبيها من 10 دقايق لخمستاشر دقيقة، تمام. الوصفة غير ضارة بالمرة، كويسة جدا جدا، مفعولها من اول مرة، لان الثلاث مكونات دول والاربعة عشان جل الصبار مفيدين جدا جدا للبشرة. في حاجة يا بنات او ملحوظة انا عايزة اقول لكم عليها، وهي ان البنت اللي مش عندها جل الصبار تقدر تحط معلقتين من النشا في الوصفة دي، عشان النشا يعني الوصفة ما تبقاش سايبة ومش هينفع تحطيها على بشرتك. تقدر ان انت تحطي النشا، مفيش اي مشكلة خالص، عشان الوصفة بتاعتك تبقى متماسكة. بس هو ده بديل الجل الصبار بتاعنا. طبعا يا بنات، البنات اللي بتفهم شوية في الـ الـ الوصفات تقدر ان هي يعني تحط بديل في حاجات كتير جدا من السمر اللي انا استخدمته. يعني مثلا ممكن بديل الجزر تستخدمي سمر تانية، تعملي بديل للبطاطس. بس انا خلاص يعني شايفة ان الوصفات بصراحة، الوصفة بصراحة سهلة جدا، تقدر ان انت تستخدميها او يعني كلها متاحة في البيت عندك. بس احنا كده وصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس، بحبكم جدا. وما تنسوش تخشوا على القناة، هتلاقوا وصفات كتير جدا لتفتيح الايد، تفتيح الجسم، تفتيح الوجه، تطويل الشعر، وصفات كتير جدا جدا جدا. فبلاش تبخلوا على نفسكم، بلاش تبخلوا على الاهتمام على بجسمكم ببشرتكم. وصفات مضمونة جدا جدا، وكمان مجربة مني شخصيا ومن ناس كتير. تقدروا طبعا كل وصفة تخشوها تشوفوا الكومنتات تحت، شوفوا هل هي ايجابية هل هي سلبية، لكن ما تقلقوش، الوصفات بتاعتي على الفرازة وكلها مضمونة ومجربة، وانا نفسي يعني متربية عليها وعلى اجدادي بقى والكلام ده كله، فبتبقى مضمونة بنسبة كبيرة جدا. طبعا طولت عليكم يا ريت، بس طبعا اللي خلص الفيديو زمان وقفله من زمان، فبشكر جدا جدا اللي وصل معايا للدقيقة دي، وبحبكم. وما تنسوش لايك والاشتراك، بحبكم جدا، باي باي.